طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سنتحدث إن شاء الله عن الميكروبيال ديزيزز اوف ذا دايجستيف سيستم، وربما يعني الدايجستيف سيستم من أعقد الأجهزة، مجزأ إلى عدة أجزاء كثيرة، في تنوع كبير في البيئات أو اللي بنسميها إحنا environmental niche، يعني ما نقاط مختلفة ببيئات مختلفة تسمح لميكروبات أو لا تسمح لميكروبات، المهم إنه في بيئات مختلفة في هذا أو في هذه القناة الهضمية. سنتحدث عن بعض الأمثلة على النورمال ميكروبيوتا اللي بتشكل جزء من الجاسترونتستينال تراك. هنحاول نوصف بعض الإيفنتس اللي بتؤدي إلى الدنتال كارس أو تسوس الأسنان، بالإضافة إلى أمراض اللثة اللي هي periodontal diseases، ونحاول نطلع على الـ causative agents والأغذية المتهمة والـ signs والـ symptoms وعلاجات لكل من staphylococcal food poisoning، وأعتقد أنه تحدثنا عنه في أحد المرات. نتكلم عن الشيجيلوسيس شوية أو الشيجيلا والسلمونيلا، التيفويد فيفر، الكوليرا، الجاسترونترايتس بشكل عام، والبيبتيك ألسر ديزيز اللي هو caused by helicobacter pylori. هنحاول نعمل differentiation بين اللي هو الهيباتيتس A والبي والسي من ناحية الأكوايرينج، يعني من وين ممكن ناخدها، وإيش الشيء الكومون بين الثلاث أنواع الهيباتيتس A والبي والسي. أيضا كمان نحاول نتعرف على العوامل وطرق الانتقال والأعراض لبعض الفيرال gastroenteritis التي لا تقل أهمية عن البكتيريال gastroenteritis. كمان بدنا نعمل قائمة بالعوامل والمود of transmission والسيمتومز والتريتمنت كمان للجاردياسيس أو الجارديالامبليا اللي هي عبارة عن بارازايت أو بروتوزوا. كمان بدنا نتعرف على بعض الديدان مثل اللي هو التيب وورم والبين وورم، بالإضافة إلى الأسكارس الشهيرة اللي كانت موجودة عندنا في قطاع غزة بشكل كبير. الآن طبعاً كل هذه الديدان والجارديا بدأت تنخفض بوجود أنظمة سويج سيستم مغلقة بشكل جيد. بدنا نعرف إنه الديزيزز للدايجستيف سيستم بتشكل يعني ثاني أكثر الأمراض شيوعاً في الولايات المتحدة، وهذه مشكلة لما نتكلم عن دولة متطورة ومتقدمة ونلاقي إنه في عندها أنظمة يعني مجاري مغلقة، ومع ذلك بتشكل يعني السبب الثاني في الالنسز في الولايات المتحدة. The diseases of the digestive system غالباً تنشأ من تناول مايكروأورجانيزم أو التوكسين الخاص فيهم، في سواء كان من الغذاء أو من الماء. واحدة من أهم النقاط اللي لازم نتعرف عليها المود of transmission المعروفة باسم fecal oral transmission. كلمة fecal oral تعني من البراز إلى الفم أكرمكم الله، وهذا غالبا بينشأ عن اللي هو التلوث بإما سويج أو بمخلفات آدمية، وهذا بيتطلب منا إنه لما نعمل interruption إنه نعمل proper disposal of sewage، تخلص الآمن من المياه العادمة، عملية تطهير لمياه الشرب اللي هي الكلورة، وهي موجودة بكثرة لكن لأنها مش centralized خاصة، ولما بقول مش centralized يعني أنت بتعرف البلدية، مياه البلدية بتعطي لكل السكان، لكن معظم البلديات لا تقدم مياه صالحة للشرب، وبالتالي المياه هاي تستخدم لأغراض أخرى مثل الاستحمام والتنظيف. لكن المياه الشرب اللي بناخدها في قطاع غزة إما من فلاتر خاصة بنستخدمها في مطابخنا، أو من خلال المياه اللي بيبيعوها في السيارات المياه المحلة، وهذه للأسف زي ما قلنا decentralized، وبالتالي فيش عليها رقابة بشكل جيد، ممكن مرة يحط كلور مرة ما يحطش كلور، وبالتالي أصبحت تشكل مصدر يعني لا بأس به من التلوث ونقل الأمراض. ايضا من النقاط المهمه اللي هي البروبر فود بريبريشن اند ستورج، عمليه تخزين وتحضير الغذاء بشكل جيد. هذه الثلاث نقاط الرئيسيه تعتبر واحده من اهم النقاط اللي بتعمل انتربشن للفيكال اورال ترانسميشن.
يجب أن نعرف أنه أكثر من حوالي من 700 بكتيريا السبيسي موجودة في الفم. الاستومك والسمول انتستين غالباً بيكون فيها قليل من الميكروبات. الاستومك إذا كان بيكون فيها ميكروبات بيكون فيها ميكروبات بشكل مؤقت، بمعنى الآن لما بنتناول الغذاء عبر الفم أو الشراب وبيكون محتوي على بكتيريا، البكتيريا بتقع في المعدة، المعدة تحتوي على أسيد وبي اتش منخفض للغاية، غير صالح أو غير مناسب لنمو البكتيريا. في السمول انتستين عدد البكتيريا بيكون قليل، وإذا زاد هذا العدد ينتج عندنا مرض اسمه سيبو أو سمول انتستينال بكتيريال أوفر جروث، SI سمول انتستينال بكتيريال أوفر جروث. ويبدو أنه هذا المرض الآن شائع في العالم كله، وفي هناك محاولات لإيجاد فحوصات سريعة وعلاجات لهذا الكونديشن. حوالي 40% من الفيكال ماس ميكروبيال سيلز. في حدا يا جماعة فتح المايك عنده؟ حوالي 40% قلنا من الفيكال ماس عبارة عن ميكروبيال سيلز، إذا الميكروبات أو البكتيريا بشكل خاص في البراز تحتل كمية كبرى من الكتلة العامة للبراز. البكتيريا في اللارج انتستين إلها وظائف عديدة، من ضمنها إنها بتساعد في هضم الأغذية، ممكن تصنع بعض الفيتامينات، وأيضا تشكل منافسة للإنهبيشن للباثوجين، كمان ممكن تعمل عملية تعديل للمواد الكيميائية اللي هي من عقاقير وما شابه ذلك، وممكن كمان تعديلها لهذه المواد ينتج مواد ذات فائدة أو مواد فيها ضرر. لذلك بدنا نعرف أن هناك مصنع موجود في الأمعاء وخاصة في الأمعاء الغليظة في القولون بالتحديد، بيحول كثير من الكيماويات إلى مواد مركبات أخرى، هذه المركبات الأخرى قد تكون مفيدة وقد تكون ضارة. نبدأ على بركة الله نتحدث على موضوع اللي هو الدنتال كارس أو التوث ديكي، تحلل الأسنان أو تسوس الأسنان. ومعروف عن البكتيريا المسببة له اسمها ستريبتوكوكس ميوتنس، وهي رقم واحد مسبب لتسوس الأسنان. غالباً تعمل حاجة اسمها بلاك على السن من خلال الارتباط على المينة تبعت اللي هو السن. أو مثال كتير مشهور اللي هو السكروز، بيتحلل إلى جلوكوز وفركتوز، والجلوكوز بوليمريزيشن بتعمل ديكستران. الديكستران مادة لزجة، ولزوجة الديكستران بيسهل عملية ارتباط والتصاق البكتيريا في الأسنان. الآن صار في عندنا ديكستران، صار في عندنا التصاق. إذا صار في عنا تناول لأي غذاء بيحتوي على مثلاً فركتوز أو حتى من السكروز اللي تكسر، بيصير في عملية إنتاج للاكتيك أسيد، واللاكتيك أسيد أكيد بيرتبط بالكالسيوم، بينزع الكالسيوم من الأسنان فبيضعف طبقة المينا للأسنان وبتبدأ عملية اللي هو التسوس. مثلا من السكريات اللي مش كاريوجينيك اللي هي ستارش، المانيتول، الزيليتول are not used by cariogenic bacteria، لكن السكروز هو الاهم على الاطلاق. ايضا كمان ممكن ينتج عنا دنتال كالكولاس زي جير يعني او تارتر بيسموه، وهذا عباره عن اولد كالسيفايد بلاكس، يعني البلاكس اللي بتكون لها فتره قديمه بتتحول الى اللي هو دنتال كالكولاس او تارتر، وهذا بفعل مرة أخرى نزع الكالسيوم من الأسنان وإضافته لهذه الطبقة. ممكن نعمل كنترول إحنا لتسوس الأسنان من خلال استخدام الفلورايد والفلور، عشانك بتسمع معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد. الفلورايد بيساعد الريستريكشن للدياتاري، عفواً بيساعد على قتل البكتيريا اللي اسمها ستريبتوكوكس ميوتانس. ايضا كمان عامل مهم جدا في عمليه الحفاظ على تسوس الاسنان خاصه في الاطفال هو الريستريكشن للدياتاري سكروز، يعني نمنع عنهم الاشياء الحلوه المحتويه على سكر السكروز. هذه تقريبا يعني صور بتوضح لنا عمليه الارتباط ما بين الستريبتوكوكس ميوتانس. بعرفش اذا شايفين حركه الماوس اللي بعمل عليها انا،
في عندي على السن ريسبتورز وعلى الستريبتوكوكس ميوتانس ليجانز. هذه الليجانز زي انتيجينات يعني بترتبط ب اللي هو المينا تبعت السن. وانا اود ان اؤكد على انه اي انفكشن في الدنيا تبدا بالاتاتشمنت، لذلك دائما بنقول احنا انه الاتاتشمنت وقدره البكتيريا على الارتباط بتعطيها فايرالنس، بتعطيها شراسه، وبتعطيها ايضا قدره على البقاء في الانفايرمنت بشكل افضل من غيرها. نيجي للبيريودونتال ديزيز اللي هي قلنا امراض اللثه، ومثلا مثال عليها الجينجيفايتس او التهاب اللثه، انفلاميشن اوف ذا جام، غالبا بتكون due to inflammatory response to a variety of bacteria growing on gum. يعني الاستجابه الالتهابيه من قبل الجسم لبكتيريا موجوده في المنطقه بتسبب اللي هو الجينجيفايتس. الجينجيفايتس اذا تركت واهملت قد تؤدي الى بيريودونتايتس، والكرونيك بيريودونتايتس كان كوز بون ديستركشن اند توث لوس ان اولدر بيبل، يعني يصير فقدان للاسنان او لبعض هذه الاسنان اذا لم تعالج الجينجيفايتس، اللي ممكن تتحول لبيريودونتايتس اللي ممكن تؤدي مره اخرى الى فقدان الاسنان. في conditions أخطر من بعض، مثلاً عندنا acute necrotizing ulcerative gingivitis وبيختصروها ANUG ANUG، وغالباً بتكون عاملة زي الخندق في اللي هو الفم أو في نعم في الفم. هاي مراحل طبعاً بتوضح لنا قديش بيكون اللي هو التوث ديكي. بنلاحظ إنه في بتكون أول حاجة على الإنامل اللي هي طبقة المينا زي ما حكينا بلاك، البلاك بتحول لديكي، والديكي ممكن يكون في أماكن مختلفة. طبعا أطباء الأسنان بصنفوا الديكي لكلاس 1 كلاس 2 كلاس 2 كلاس 5 حسب مكان اللي هو مش حسب حجمه وإنما حسب مكان وجوده في السن، ويؤدي في الآخر إلى وصول الفجوة أو التحليق في رقم 5 هنا إلى العصب أو البلب، وهذا بيؤدي إلى طبعا آلام شديدة للغاية. قد يضطر الطبيب الأسنان إنه يعمل روت كانال ثيرابي أو علاج ل اللي هو قناة العصب من خلال قتل هذا العصب. كذلك الأمر في الصورة الأسفل stages of periodontal disease، قلنا في عنا هاي الأسنان وهي اللي هي الجينجيفا. لاحظوا إنه صار في عندي هنا على المنطقة هاي بلاكس، وهذه البلاكس تدريجيا تزداد، و اللثة نفسها بيصير فيها تآكل وبيصير في فراغات كبيرة بين الأسنان، ولما يصير في فراغات بين الأسنان هذا بيسهل عملية التصاق الطعام والشراب، وخاصة الأغذية اللي قابلة للفيرمنتيشن بشكل أكبر من ذي قابل. طلعوا في الأسنان السليمة على اليسار ما فيش فراغات بكميات كبيرة، لكن هنا أصبحت فراغات كبيرة فبتعقد الأمر بشكل أكبر. الآن إحنا يعني أخذنا فكرة عن تسوس الأسنان كيف بينشأ، وعن الجينجيفايتس والبيريودونتايتس. الآن نتكلم عن مصطلحين حكينا فيهم في المحاضرات اللي هما الانفكشن والانتوكسيكيشن. الانتوكسيكيشن المصطلح الآخر له اللي هو الفود بويزنينج، يعني أنت لم تتناول الميكروب وإنما تناولت السم الذي تشكل في الغذاء جاهز وهو الذي أظهر لديك الأعراض، يعني مش نمو الميكروب في جسمك وإنما تناولك للتوكسين كان هو السبب. إذن الانتوكسيكيشن مرة تانية معناها food poisoning، بينما الانفكشن أنت بتأخذ الميكروب من الغذاء، الميكروب يعني بمعنى آخر الغذاء عمل كفيكتور كميكانيكال فيكتور، نقل إليك اللي هو الميكروب، الميكروب دخل جسم الإنسان تكاثر ثم أحدث المرض. بينما في الانتوكسيكيشن ربما حتى يكون الميكروب مش موجود خلاص فقد، يعني نما وأنتج السم تبعه ولم يعد موجودا، ومع ذلك لما تناولت أنت الغذاء أصبح لديك أعراض معينة. الانكيبيشن بيريود في الانفكشن ممكن تكون من 12 ساعة إلى أسبوعين. Symptoms of infection generally include fever.
بينما في الانتوكسيكيشن غالبا الحد الاقصى للاعراض ممكن يكون 48 ساعه، لكن ممكن يظهر بعد ساعه، يعني الرينج تبع الظهور الاعراض بيكون قصير من ساعه الى 48 ساعه، بينما الانفكشن بده 12 الى اسبوعين. Fever is not usually a symptom of intoxication. يعني مش ضروري يكون في عنا أعراض fever. The infection with intoxication may cause diarrhea and dysentery و some, يعني to some degree ممكن تسميها gastroenteritis. أي إسهال في الدنيا يعالج مش بإيقافه يا جماعة، وإنما بتعويض الفاقد. إيش الفاقد عنا؟ حاجتين رئيسيتين. الأولى اللي هو الماء اللي بيفقد بشكل كبير، والجزء الثاني اللي هو الإلكترولايت. إذا أردت أن تعالج أي دياريا في الدنيا فيعني لا تفكر في إيقافها، لأنه أصلاً الدياريا هي رياكشن طبيعي من الجسم للتخلص من توكسيك سبستانس. فالحل الأمثل هو تعويض والبحث عن المسبب الرئيسي. مثلاً إذا كان سلمونيلا أعطاه ناطي أنتيبيوتيك، ومش دائماً الأنتيبيوتيك على فكرة يعطى في حالات الجاسترو انترايتس. هي مثلا لو كان عندنا توكسين ايش استفدنا من الانتيبيوتيك؟ ما في اي فائده من الانتيبيوتكس. لكن بدنا نحاول نعرف انه ايقاف الدياريا قد لا يكون هو الحل الامثل، ويعني معظم الاطباء لا ينصحوا بايقاف الدياريا الا اذا كان الدياريا اصبحت هي المهدد لحياه الانسان. إذا التريتمنت غالبا قلنا بالإلكترولايت بالفلويد التريتمنت أو ريبليسمنت. ناخذ أول ميكروب من الميكروبات ستافيلوكوكال فود بويزنينج، واللي بتسببه ستافيلوكوكاس أوريس أو المكورات العنقودية الذهبية، وموجودة هذه البكتيريا في جلدنا، لكن المكان الأكثر شيوعا إلها هو الأنف. قد تكون موجودة في 30% من أنوف الناس، وبالتالي الأنف وسيلة مهمة جداً لنقل الميكروب اللي هو السافيلوكوكاس أوريس. تعتبر رقم 2 most reported food borne disease في الولايات المتحدة. هي الوحيدة اللي تمتلك heat resistant exotoxin. كل الإكزوتوكسين غالباً heat labile، لكن هذا الميكروب exception، بيمتلك قلنا اللي هو heat resistant exotoxin، وبيشتغل على انه enterotoxin. enterotoxin يعني مكانه او مكان العمل تبعه في الامعاء. تسخين او الغلي لمدة 30 دقيقة not sufficient to denature the exotoxin. لذلك البعض يقول انه طيب ما هو اذا تكون في الغذاء وانا سخنت الغذاء لدرجة حرارة مرتفعة قد يتأثر هذا التوكسين. مرة أخرى نعم توكسينز أخرى ممكن تتأثر، لكن الستافيلوكوكال انتيروتوكسين لا يتأثر بالحرارة ويوصف على أنه هيت ستيبل. الانكيبيشن بيريود من ساعة إلى 6 ساعات، يعني غالبا بيستجيب وبيشفى الإنسان في فترة وجيزة. الأغذية المشهورة اللي تم ربطها بالفود بويزنينج، انا يمكن حكيت معكم مره في الجامعه على انه الغذاء الشعبي عندنا المفتول والكيك، لكن في بلدان اخرى قد تكون اغذيه مثلا الهام اكرمكم الله، الخنزير، الفيش، البوتيتو سالاد اللي هو سلطه البطاطا، يعني كاسترد، يعني اغذيه كثيره متنوعه الحقيقه تم ربطها بالستافيلوكوكال فود بويزنينج. المود اوف ترانسميشن، طبعا قلنا لكم انه الانف تبع الانسان هو الاساس في التلوث، وكمان السكن ابسسس، لذلك يمنع منعا باتا عمال المطاعم او الموظفين في تقديم خدمه الطعام من ان يباشروا اعمالهم اذا كان لديهم اي اظافر طويله او اي جروح او خدوش او دمامل او خراجات، يعطوا اجازه. لذلك في المصانع الكبيره والتي تتمتع بجوده عاليه يتم تفتيش صحي من قبل طبيب على جميع العاملين في مجال التحضير حتى يتأكدوا من عدم وجود ستافيلوكوكاس أوريس في أيدي العمال. الإيفنتس في الستافيلوكوكال فود بويزنينج مهمة، يعني نعرف من هذه اللوحة معلومة كتير مهمة إنه
البوست كوكينج كونتامينيشن اهم من الكونتامينيشن برايور كوكينج. يعني عندما نقوم بطهي الطعام نحن نقتل كل شيء، لكن اذا تلوث الطعام بعد الكوكينج بيكون خطورة التلوث اكبر من خطورة التلوث قبل الكوكينج. السبب انه قبل الكوكينج بيكون في عندي انواع عديدة من الميكروبات تتنافس مع بعضها فبتحد من نمو بعضها البعض، لكن اذا صار في قتل لهذه الانواع من خلال الكوكينج وصار تلوث بنوع او نوعان من الميكروبات فلن تجد منافسات، وبالتالي التكاثر تبعها بيكون سريع وعالي جدا. هذه نقطة يجب الانتباه لها كأي شخص يعني يعمل في مجال الانفكشن كنترول، لابد انه ينتبه لهذه النقطة. Food containing protein is cooked. Bacteria usually killed. البكتيريا بصير فيها قتل. Then food is contaminated by worker with staphylococci on hand. وقلنا لكم الكومبيتينج بكتيريا اللي كانت في الأول أصلاً فقدت لما عملنا كوكينج، صار لها إليمينيشن. إذن الآن إذا تركنا الغذاء على الروم تمبريتشر أو في ظرف تخزين، مثلاً في الصيف عندنا درجة الحرارة قد تصل، أو في مطبخ في عمل وحركة الحرارة بتكون مرتفعة وبالتالي بتكون مناسبة لنمو الميكرو أورجانيزم، فبتنمو وبتصل إلى أعداد تؤهلها لإنتاج السموم، وبالتالي السموم هذه إذا كان طبعاً heat labile بتتأثر بالحرارة فري كوكينج أو heating للغذاء بيخلصنا منها. لكن في حالة الستافيلوكوكس أوريوس أنا أكدت لكم قبل قليل بأنه هذا الأمر ليس كذلك، يعني هي heat stable اللي هي التوكسين تبعها لا يتأثر به اللي هو الحرارة. إذن أخذنا تناولنا اللي هو الغذاء المحتوي على التوكسين من خلال ساعة إلى ستة ساعات الستافيلوكوكال انتوكسيكيشن أكار، وقد يكون الأعراض تبعتها vomiting ودياريا وشوية abdominal cramps، لكن بالمجمل فترة الأعراض قصيرة وغالبا self-limiting. لذلك يعتقد كثير من الكتاب في الميكروبيولوجي والباحثين بأنه واحدة من أكثر الفود بويزنينج underreported يعني لا يبلغ عنه بشكل حقيقي هو الستافيلوكوكال فود بويزنينج، لأنه إحنا مثلا في قطاع غزة مين بطنه مغصو بيقول أنا لمدة ساعة ولا ساعتين بيروح على الطبيب، غالبا ما بيروح على الطبيب إلا إذا كان الأمر بالفعل صعب للغاية. البكتيريا الانفكشن غالبا تحتاج الى قلنا longer incubation period اكثر من الانتوكسيكيشن، من 2 يوم الى اسبوعين يعني من 48 ساعه الى اسبوعين. من الامثله على البكتيريا الانفكشن الشيجيلوسيس caused by شيجيلا ديزنتري او شيجيلا بويدياي او شيجيلا فليكسنيري، يعني اسماء متنوعه من الشيجيلا بتسبب شيجيلوسيس او باسيلاري ديزنتري، وسميت باسيلري لأنه في ديزنتري تانية اللي هي الأميبك ديزنتري. يبقى في عنا نوعين من الديزنتري مشهورين اللي هما الأميبك اللي caused by انتاميبا هستوليتيكا والباسيلري ديزنتري which is caused by شيجيلا سبيس، برضو ناتج عن التوكسين وبتعمل سيفير دياريا أو ديزنتري. وخلينا نميز بين دياريا وديزنتري، صحيح التنين بيحملوا نفس الإيحاءات إنه التنين في عندهم إسهال، لكن الديزنتري تتميز بإنه الإسهال بيحتوي على ميوكس، بيحتوي على دم، وتحت الميكروسكوب بيحتوي على صديد، ففي عندي ميوكس وبلد وبس موجودين بالإضافة إلى الدياري. تخيل الولايات المتحدة الأمريكية فيها 20 ل 30 ألف حالة لكل سنة، إحنا في قطاع غزة الحقيقة إنه الـ يعني بيتم عزل الشيجيلا لكن بشكل سبوراديك يعني فرادة، ممكن في التقرير السنوي لوزارة الصحة لا نجد ذكر للشيجيلا إلا في 10 مرضى، وبعض الأحيان تمر أعوام ما بتكون موجودة في التقرير. هل لأنها غير موجودة أم أن هناك under reporting under diagnosis mis diagnosis؟ هذه أسئلة إحنا غالبا بنقول إنه
بلد السويج سيستم فيها لسه مش مكتمل ولسه فيه بيعاني من مشاكل، هذه الأمراض يجب أن تكون موجودة. إذا لم تكن موجودة فهذه الأسباب قد تكون هي التفسير إنه ما فيش دياغنوز صحيح أو في أندر ريبورتينج لهذا الديزيز. نيجي للسلمونيلوسيس، مثال سلمونيلا إنتريكا. طبعا يمكن يعني لابد إنه نتكلم شوي عن السلمونيلا لأنه صار في تغيير جذري في عمليات التصنيف تبعها. اسمعوا الجملة، هذه جملة يعني دائما نحن نحاول أن يعني نعطي أهمية للسلمونيلا من خلال هذه الجملة. وهذه الجملة وردت في الـ FDA بتقول كالتالي: The presence of any serotype of salmonella in food render that food unfit for human consumption. وجود أي سلمونيلا في أي غذاء يجعل هذا الغذاء غير صالح للاستخدام الآدمي. عارفين قديش صعبة هذه الجملة؟ صعبة على كل المصنعين، يجب أن يصنعوا غذاء خالي من السلمونيلا. وعارفين قديش صعبة على الحكومات، للغاية صعبة. كل مستورد، كل منتج أيضا بده يسوق في أي دولة يجب أن يفحص لخلوه من السلمونيلا. وأنا أقول هنا خلوه وليس وجود مستوى معين من التلوث. هناك فرق، يعني لو خلية واحدة من السلمونيلا ولدت في الغذاء انتهى الموضوع. إذن بتشكل عبء صحي، عبء اقتصادي على المصنعين الأغذية وعلى الدول اللي بتعمل رقابة على أغذيتها. يعني عندنا احنا مختبر الصحة العامة في منطقة الشجاعية، كل غذاء مستورد بيتم فحصه لهذه الجرثومة، بيفحصه للسلمونيلا والشيجل. أرجع للتصنيف، السلمونيلا كانت يمكن البعض منكم مر على الأسماء هذه أو البعض الآخر ما مرش، لكن نسمعهم مع بعض. مثلا سلمونيلا تايفي، سلمونيلا بارا تايفي، سلمونيلا كوليرا سويس، سلمونيلا بولوروم، سلمونيلا جالينارم، سلمونيلا انتردايدس، سلمونيلا تايفيموريوم. أنا أقول تايفي وتايفيموريوم. الآن هذه الأسماء، وطبعا في سلمونيلا أريزونا، مجموعة كبيرة من السلمونيلا. من 15 ل 20 سنة سابقة صار في تعديل في عمليات التصنيف، فصنفوا معظم السلمونيلا اللي بتهمنا تحت اسم سبيسي واحد اسمها سلمونيلا انتريكا. سلمونيلا انتريكا اللي قدامنا هنا، والسلمونيلا انتريكا هذه ضافوا لها سب سبيسي او سترينز، فقالوا صاروا يقولوا سلمونيلا انتريكا تايفي، سلمونيلا انتريكا بارا تايفي، سلمونيلا انتريكا، وهكذا. فصرنا نشوف حتى في السلمونيلا انها بتكتب بطرق مختلفه عن اللي هو الطرق الاخرى. وان شاء الله اذا سنحت الفرصه ذكروني في المحاضرة أعطيكم فكرة عن التسميات تبعت السلمونيلا وكيف بنكتب الأسماء العلمية الخاصة بها. من الميكروبات الهامة واللي كانت تتصدر يعني الوفيات في العالم اللي هو سلمونيلا تايفي اللي بتسبب تايفويد فيفر. وإحنا كمان في فلسطين قبل 50 سنة كان أيضا هذا الميكروب يعتبر من الميكروبات الخطيرة للغاية. الجارة العزيزة مصر ما زال في بعض القرى السلمونيلا تايفي بتسبب أيضا نسب إصابة ووفيات مرتفعة. تايفويد فيفر مختلف عن السلمونيلوسيس. السلمونيلوسيس أي سلمونيلا ما عدا التايفويد اللي هي السلمونيلا تايفي. السلمونيلوسيس أو السلمونيلا الأخرى ولقت طريقة لتتعايش مع مخلوقات كثيرة. تخيلوا وين ممكن نلاقي السلمونيلا؟ تعرفوا أموبريس، الوزغ، حردون، الدجاج، البط، الطيور، حتى التماسيح، السلاحف المائية، السلاحف البرية، يعني كثير من الزواحف تحتوي على سلمونيلا. تخيلوا وين السلمونيلا الآن موجودة. السلمونيلا ممكن تصل للأوفري تبعت الدجاجة، مش بس للأوفري، للأوفري وللبيضة اللي موجود فيها الدجاج. لذلك لا ينصح الآن
إعطاء مثلاً بيض غير مطهي جيداً للأطفال خشية أن يصابوا بسلمونيلا. إذن السلمونيلا صارت موجودة في كل مكان، وبراكتيكالي الحقيقة يصعب القضاء عليها من المجتمع، بينما السلمونيلا طائفي الريزرفوار الوحيد تبعها هو الإنسان. برضو البكتيريا بيعتبروها انتيرو انفيسيف، بيتناولها الإنسان، في جدار الأمعاء بتخترقه، بتروح على الليمف نود، ومن الليمف نود بتروح على الدم وبتلف الجسم بشكل يعني كبير، ممكن تستقر في أعضاء مختلفة من جسم الإنسان، فبتسبب ما يعرف بالتيفويد فيفر، وممكن تسبب أيضاً مينينجايتس للإنسان. هذه تحتاج إلى أنتيبايتكس، وكويس إنه إحنا ذاكرين النقطة هذه عشان نتذكر إنه السلمونيلوسيز اللي قبلها، تمام، اللي قبل التيفويد فيفر قد لا تحتاج إلى أنتيبايتك، يعني كان ريزولف سبونتينيسلي، بنعوض السوائل، بنعوض الإلكترولايت، بنعطي سبورتيف تريتمنت، وممكن ما نعطيش أنتيبايتكس. لكن في السلمونيلا تايفي الأنتيبايتك مش بس للشفاء، وإنما للتأكد أنه لم يعد يحمل الميكروب تماما، وقد نحتاج إلى إزالة الجول بلدر، لأنه في بعض المرضى الميكروب بيستقر في الجول بلدر وبيتحول إلى كارير ستيت، يعني حامل المرض وغير مصاب، وبالتالي قد ينقل للآخرين، لكن هو نفسه لا يوجد لديه أعراض في هذا الإطار. السيمبتومز ممكن تستمر من أسبوعين لثلاث أسابيع، ويقولنا الأنتيبيوتيك ضروري. كانوا زمان يستخدموا الكلورامفينيكول لعلاجها كدراج اوف تشويس، لكن بعد ما عرفنا ان الكلورامفينيكول له سايد افكت مختلفه، بدأنا نتكلم عن ميكروبات اخرى، عفوا انتيبيوتكس اخرى، ومن ضمنها كان السيبروفلوكسسين، لكن للاسف الريزيستنس مستمر ايضا كمان في السلمونيلا، لذلك السوسبتابيلتي تيستينج او السنسيتيفيتي تيستينج شود بي بيرفورمد فور اول ايزوليتس اوف سلمونيلا تايف. نيجي للكوليرا. الكوليرا ما زالت، يمكن ذكرنا في احد المحاضرات انها ما زالت للاسف موجوده في بعض البلدان العربيه مثل اليمن والعراق، وقبل فتره كانت في الجزائر. الكوليرا مرض قديم جدا، هيستوريكال يعني معروف وذكر في كثير من الكتب، والهند وبنغلاديش وباكستان من الدول اللي اشتهرت بالفايبريو كوليرا ومرض الكوليرا. زي ما انتم شايفين في اللوحة، يعني الارتباط فيه، هناك ارتباط ما بين العالم الثالث يعني الدول العالم النامية والكوليرا، بتنتج توكسين، هذا التوكسين بيعمل اكتيفيشن لأدينيليت سايكليز انزيم موجود في الانتستينال تراك، بتحول مركب الاي تي بي اللي بتعرفوه تبع الطاقة الى حالة اسمها سايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي بتزيد إفراز بعض الإلكترولايت في تجويف الأمعاء. لما يصير في تركيز كبير للأملاح اللي هي الإلكترولايت في الأمعاء، الجسم بيعتقد إن أو مش بيعتقد، بيستشعر الخطورة وبيقول إنه هذا توكسيك، فعشان يقلل من تأثير التوكسيك إفكت للإلكترولايت بيفرز عليهم كمية مية في محاولة للديليوشن، عملية تخفيف لهذه المركبات. فإفرازه لكمية كبيرة من الماء بيؤدي إلى قلنا إيه اللي هو الدياريا، ودياريا متميزة اللي في الفايبريو كوليرا تشبه، عشان هيك برضو في الانفكشن كنترول انتو حيكون لكم دور توعوي في الناس، يعني قبل في العام 1996 أو 97 بأذكر صار لنا وباء للكوليرا في قطاع غزة، صحيح وباء محدود لكن اضطرينا نعمل يعني نوع من التوعية للناس، وقلنا لهم انه مثلا احد اهم نقاط الاشتباه بالمرض انه طفلك يكون البراز تبعه لونه زي مية الرز، يعني لونه ابيض، لونه ابيض. هذا الرايس ووتر ستول اللي هو لما بنغسل احنا الرز في الماء بيكون بيطلع منه ميلكي سوليوشن، بيشبه قلنا البراز تبع مرض اللي هو الكوليرا. بيؤدي الى ما يعرف باكستريم ديهايدريشن،
يعني جفاف متطرف للغاية. هذا الجفاف قد إذا لم يعالج قد يقتل الأطفال، فبالتالي نسبة القتل في الكوليرا بتكون مرتفعة للغاية، خاصة في الدول اللي ما عندها اللي هو التقنيات محلول معالجة الجفاف، عبارة عن محلول من الأملاح ويذاب في ماء ويعطى للأطفال. العلاج أو الحل إلها اللي هو الأنتيبيوتكس بلس أورال سوليوشنز، أعتقد أورال ريهيدريشن سوليوشنز أو آي في فلويدز. طبعا متى بنلجأ للأورال ريهيدريشن سوليوشنز ومتى بنلجأ للآي في فلويد، ومين أحسن بالنسبة إن إحنا في الطب؟ طبعا أي مرض في الدنيا بيستلزم المبيت في المستشفى، معنى الحكي إنه في تكلفة، تكلفة المبيت في المستشفى مرتفعة لأنه في عناية خاصة وفي ممرض وفي طبيب وفي كذا. فإذا في إمكانية في الأوبئة على سبيل المثال إن عالج الناس في بيوتها بيكون أفضل، زي حكاية مثلا الكورونا لو صار فينا انتشار، أنه أفضل كل الناس يجوا على المستشفى ولا الحالات اللي قابلة للعلاج بالمنزل نخليها في المنزل؟ بالتأكيد الإجابة هي إنه نخليهم في المنزل. فالآن الأطفال بيعملوا لهم فحص، إذا بتقبلوا الأورال بيعملوش vomiting إلو، بتقبلوه ممكن يمشوهم على الأورال ريهيدريشن سوليوشن. إذا ما بيتقبل أو الحالة سيفير وإرجنتلي نيدد إنه نعطيه آي في فلويد، بنعطيه آي في فلويد. يعني الشغلة فيها خلينا نقول موازنات وأفضليات، إنه نعطيه أورال ولا نعطيه آي في فلويد. طبعا هذه الصورة اللي قدامكم بتوضح لنا اللي هو الأورال ريهيدريشن سوليوشن بتعطى للأطفال. المورتاليتي ريت بس بالأورال ريهيدريشن سوليوشن انخفضت من 70% إلى 1%. طبعا ممكن يضاف أو يعطى تتراسايكلين كعلاج للكوليرا أو أحد مشتقاته زي الدوكسوسايكلين أو المينوسايكلين، لكن تخيلوا حل واحد بسيط، تعويض السوائل والأملاح، خفف نسبة الوفيات من 70% إلى أقل من 1%. هذا إنجاز كبير الحقيقة. الإشريشيا كولاي gastroenteritis، طبعا الإشريشيا كولاي كلكم بتعرفوا إنها أصلا normal microbiota of the intestinal tract. ما فيش بني آدم في الدنيا سليم وسوي إلا عنده إشريشيا كولاي في الانتستينال tract، إذن هي normal microbiota. لكن هناك سلالات، مرة أخرى سلالات محددة بعينها تمتلك المقدرة على إحداث جاسترو انترايتس. وربما يعني اللي بيدخل عميق في الميكروبيولوجي بيعرف إنه هناك تشابه بين الفيبريو كوليرا وبعض الإيكولاي، بين الشيجيلا وبعض الإيكولاي، لدرجة إنه صار فيه زي ثيوري بتقول إنه الإيكولاي هذه اللي تشبه الفيبريو كوليرا أخذت جين التوكسيسيتي من الفيبريو كوليرا، اللي بتشبه الشيجيلا أخذت الجين من الشيجيلا، يعني في تبادل جينات أو إكسشينج لبعض الجينات. فينا مصطلح اسمه ترافيلرز دياريا أو إسهال المسافرين، which may be caused by either enterotoxigenic Escherichia coli أو enteroinvasive Escherichia coli. طبعا في عنا حالة تانية اسمها حاجة اسمها اللي هو انترو هيموراجيك إشريشيا كولاي، هنتكلم عنها لاحقا. لكن خلينا نتكلم عن انترو توكسيجينيك إشريشيا كولاي. present like mild form of cholera، يعني شكل ألطف شوية من الكوليرا. لكن لو جينا نتكلم عن التوكسين تبعها، التوكسين تبعها بيشتغل بنفس الطريقة اللي بيشتغل فيه الفيبريو كولر. الانترو انفيسيف تشبه الشيجيلا وبتعمل ديزنتري ايضا للانسان، غالبا سيلف ليميتنج، فقط اورال ريهايدريشن سوليوشن بات نو كيمو ثيرابي، يعني فيش انتي بايوتيك ثيرابي. بالعكس هناك حالات يا جماعه اللي هي الانترو هيموراجيك اللي وراها على طول، حالات
الانتيبايتيك is contraindicated. إذا أعطي للمريض قد يؤذي المريض بشكل كبير جدا وقد يساعد في ظهور أعراض أو في تعقيد الأعراض تبعت المرض، خاصة في حال اسمها هيموليتيك يوريميك سيندروم. هيموليتيك يوريميك سيندروم. الانتيرو هيموراجيك سترين it produces شيغا توكسين STEC that causes، طبعا ال STE اسمها شيغيلا توكسين او شيغيلا توكسيك ايكولاي او شيغا لايك توكسيك ايكولاي، وبتسبب inflammation وبليدنج للقولون including hemorrhagic colitis and hemolytic uremic syndrome او HUS. واشهر مثال عليها الايكولاي O157H7، وده اللي ما بعرفش ايش يعني O157H7، يعني بدنا نحاول انه نوضح هذا الاسم. نحن نقول دائما البكتيريا مكونة من اسمين جينس وسبيسي، ستافيلوكوكس اوريس، اشيريشيا كولاي، سالمونيلا طايفي. نرجع للاشيريشيا كولاي، هناك اضافة O ورقم، بعدين نقطين فوق بعض H ورقم. الO هو الO أنتيجين والH هو الH أنتيجين. الO هو الليبوبوليساكرايد تبع البكتيريا، الH هو الفلاجيلا تبع البكتيريا. فنستطيع أن نميز نفس السبيسي إلى أصناف مختلفة بنسميها سيرو تايبس. كلمة سيرو وهذه مهمة جدا، خذوا بالكم في الانفكشن كنترول السيرو تايبس. إذا أنا عزلت ميكروب من مريض وبدي أتبع وأعرف من مين هذا الميكروب إجا، من الدكتور ولا من المية ولا من الممرض ولا من إيش، من وين إجا؟ عزلت الميكروب من الطبيب وعزلته من الممرض وعزلته من المية، لازم لما أقارن ما بين هذه الثلاث عزلات والعزلة تبعت المريض إنه يكونوا the exact copy عشان أقدر أقول إنه هذا إجا من هذا، وهذا لا يتأتى بالتعريف العادي للميكروبات وإنما من خلال التعريف الدقيق، ومن التعريف الدقيق اللي هو ما يعرف بالسيرولوجيكال ايدنتيفيكيشن للبكتيريا. إذا لو حد استفدنا منها، استفدنا إنه الإشريشيا كولاي اللي هي نورمال مايكروبيوتا في بعض سلالات منها قد يسبب إسهال للإنسان، وذكرنا أمثلة عليه. في عندنا الكلوستريديوم ديفيسيل اسوشيتد دياريا، وهذه ايضا يا جماعه مشهوره جدا، ويجب على العاملين في مجال مكافحه العدوى ان ينتبهوا لهذا الميكروب. يمكن اول محاضره انا بديت معكم كمقدمه لما تعرفنا على الكورس تحدثت عن الكلوستريديوم ديفيسيل اسوشيتد دياريا. بكتيريا موجوده في امعاء الانسان، تزداد نسبة الكرج تبعتها لما نكون نايمين في المستشفى، يعني مثلا لو قلنا إنها موجودة في 30% من الناس العاديين، في المستشفى قد تصل إلى 60 إلى 70% من الناس المنومين، يعني فرصة إنها تصير موجودة في أمعانا بتكون أكبر في المستشفى. غالبا البكتيريا هذه نموها بيزداد بعد تناول مضاد حيوي، يعني إحنا بناخذ مضاد حيوي بنموت مجموعة من البكتيريا فبنسمح لهذه البكتيريا بالنمو بشكل أكبر. نمو بشكل أكبر، توكسين برودكشن، يعني بصير تنتج إكزوتوكسين، ممكن تعمل دياريا بشكل بسيط خاصة عند الشباب واللي مناعتهم كويسة، وممكن تعمل لايف ثريتنينج كولايتس، ممكن تعمل بيرفوريشن للقولون. تخيلوا يصير في ثقب في القولون والبراز يخرج إلى الخارج. كل ما كبرنا في السن كل ما كانت خطورة هذه البكتيريا أعلى بشكل كبير. الشاهد في الموضوع أن هذه البكتيريا عند الناس الطبيعيين اللي ما بياخدوا أنتيبيوتيك غالبا ما بتعملهم أي مشكلة. لذلك على فكرة كانوا يسموها Antibiotic Induced Clostridium Difficile Associated Diarrhea أو Antibiotic Induced Pseudomembranous Colitis. يعني عشان نوضح انه سبب حدوث هذا المرض كان ناتج عن تناول اللي هو مضادات حيوية. Millions of cases per year
ملايين الحالات السنوية. طب لو سألنا في غزة كم حالة عندكم بالمستشفى؟ زيرو، لأنه ما في فحص إلها. وأنا أذكر أنه عملنا مرة محاضرة لزملاء أطباء من خلال طلابنا في الجامعة، أنا كنت موجود معهم، فالدكتور بيقول طب وإحنا إيش هنستفيد من الموضوع هذا اللي هو أنه يعني أنه نفحص لل، فلازلنا إحنا في وعينا أنه طالما أنا بقدر أتغلب على الحالة بسهولة يبقى معنا الحكي أنا ماليش بلزمني أعمل definitive diagnosis. طبعا صار فينا نقاش معمق الحقيقة حول هذا الموضوع، ولحد هذه اللحظة للأسف لا يوجد أي دراسة حقيقية في قطاع غزة حول قديش نسبة الكلستريديوم ديفيسيل أسوشيتد دياريا، على الرغم من أنه متوقع أنها تكون مرتفعة، وعلى الرغم أنه برا المستشفيات صارت تعطي يعني انطباعات أنها مستشفى جيدة، بأنهم تقولوا أنه نسبة الكلستريديوم ديفيسيل دياري عندنا في مستشفانا قليلة، يعني وكان نوع من الدعاية انه احنا بنشتغل على انه نمنع الكلستريديوم ديفيسيل اسوشيتد دياري. It is nosocomial disease او health care associated infection associated with hospitalized patients and nursing home. nursing home اللي هم دور غالبا العجزة اللي هم كبار السن اللي اهليهم بيحطوهم في دور الرعاية الكبار السن. وأنا زي ما كما ذكرت لكم الايج يعتبر ريسك فاكتور عالي للإصابة وللبور بروجنوسيس، يعني إنه يصير الأوتكمز تبعته سيئة للغاية. الهيليكوباكتر بايلوري جاسترو جاسترايتس، طبعا الهيليكوباكتر بايلوري سنة 1984 أو 85 يعني شاع إنه هي المسبب للقرحة المعدية، وأقول لكم إنه العالم تلقى هذا النبأ أو هذا الخبر ببالغ الارتياح. صرنا نعرف إنه مدام القرحة هي عبارة عن بكتيريا يبقى يمكن معالجتها بالأنتي بيوتيك، وهذا ما حدث بالفعل، وملايين ناس اتعالجوا من البيبتيك ألسر اللي ما كان إلها يعني سبيسيفيك تريتمنت، كانت كلها يعني تريتمنت تريح المريض، لكن الحالة تتفاقم ونسب الإصابة بالسرطان المتعلق بهذا الميكروب، هذا الميكروب يعتبر كلاس 1 كارسينوجين مسرطن، يعني معظم حالات سرطان المعدة ناجم عن الإصابة بالهيليكوباكتر بايلوري، فلا نستخف بهذا الميكروب من الناحيتين، الناحية أنه بالفعل ممكن يسبب سرطان، الناحية الثانية أنه البكتيريا صارت ريزيستنت كمان بتقاوم زيها زي أي بكتيريا تانية. فالعلاج اللي كنا نستخدمه قبل فترة كلاريثروميسين واموكسيلين بالإضافة للأموبرازول لم يعد مجدي في كثير من الحالات، فبالتالي بدنا نكون عارفين إنه الهيليكوباكتر بايلوري جاسترايتس هي يعني من الميكروبات المهمة والأمراض المهمة. 30-50% من الناس في الولايات المتحدة موجود عندهم هذا الميكروب، 15% منهم فقط بكونه ألسر، يعني مش كل واحد بيصاب بكون ألسر لك نسبة لا بأس بها. بيقول إنه اللي نوعية دمه O أكثر عرضة، وهذه أنا يعني المعلومات دائما بحط عليها علامة استفهام، قد يكون ذلك صحيحا، لكن كثير من الباحثين يميل إلى الأخبار أو إلى الأبحاث التي تجذب خلينا نقول جمهور يستمع لها. الناس لو قلنا لهم انه الفيروس كورونا بيصيب تبعون بلد جروب A اكثر من غيرهم، هذا الامر بيلاقي عند الناس رواج كثيرا، وبالفعل هذا ما حدث يعني في احد الدراسات، ودراسات اخرى بعدها بفتره وجيزه اثبتت انه هذا الكلام غير دقيق البتة. ومعظم الدراسات المتعلقة بالO grouping وعلاقتها بالأمراض يعني بتكون دراسات هشة وما بتصمد طويل. من ميزات هذه البكتيريا إنها بتعمل infection في المعدة، اللي إحنا في بداية المحاضرة تحدثنا وقلنا إنه هذه البيئة hostile للميكرو أورجانزم، يعني غير ملائمة بالمرة للبكتيريا، بالتالي
كيف لبكتيريا أن تتحمل وجود هذا الحامض الكبير في المعدة؟ لديها تقنية رائعة. بتعرفوا أنتوا لو إحنا مثلا في اعتبروا أن المعدة نار مولعة تمام، وبدنا ندخل في هذا النار، إيش في عندنا حلول؟ ممكن نحط على حالنا بطانية مبلولة بالماء وندخل حتى نخترق المسافة ونبلطها. البكتيريا عندها تقنية شبيهة، عندها إنزيم اسمه يورياز. اليورياز بيكسر اليوريا، اليوريا لما تتكسر تتحول إلى أمونيا، الأمونيا الكالين، الكالين زي ما تقول ماء بطفي اللي هو النار، زي ما احنا بنقول المي بتطفي النار، الأمونيا بتطفي الأسد اللي هو موجود في المعدة. فبتكون ماشية في الأسد وكأنها محاطة بغيمة من الأمونيا، وبالتالي لا تتأثر. وبمجرد أنها تخترق جدار المعدة، لأنها هي البكتيريا لولبية وبسموها الملوية، الملوية البوابية، هذا اسمها بالعربي الملوية البوابية، بتخترق جدار المعدة. إذا اخترق جدار المعدة، بعد الجدار على طول البي اتش صار 7.4، لم يعد حامضيا، وبالتالي هي تمتلك سلاح يؤهلها للتسرفايف شورتلي في الاستومك عشان تخترق جدار المعدة، وبينتهي دور هذا السلاح. الانتيبيوتيك تريتمنت از افكتيف، بس حكينا لكم انه صار في عندنا ريزيستنس، ويمكن منظمة الصحة العالمية ادرجت الهيليكوباكتر بايلوري على قائمة ال 12 ميكروب المطلوب ايجاد يعني لهم انتيبيوتيك بشكل عاج. يمكن الصورة هذه بتوضح لنا اللي هي الملوية البوابية، قلنا أمونيا الأكتيفيتي، شايفين أنتوا المنطقة هذه اللي أنا بأشر عليها، أمونيا من الأكتيفيتي للبكتيريال يورياز بيعمل نيوتراليزيشن للهيدروليك أسيد، وخلاص الهيدروليك أسيد طالما صار له نيوتراليزيشن البكتيريا كان سيرفايف، ثم بتعمل بينتريشن داخل اللي هو الجدار تبع المعدة وبتبدأ تتكاثر بشكل عادي بعيدا عن الحامض، وتكاثرها بيؤدي إلى موت الخلايا، وموت الخلايا بيؤدي إلى قرحة تمام، وكمان بيؤدي إلى أن الجسم يعيد بناء هذه الخلايا، وإعادة البناء لخلايا الدستركشن بيكونش بنفس الجودة، فقد يحدث كانسر. يعني من خلال البناء المتكرر ل النسيج اللي تم تدميره من قبل البكتيريا بسنة ميتابليزيا، وممكن يحدث اللي هو الكانسر. كل ما ذكرناه لحد هذه اللحظة هو أمراض ميكروبية، بس عشان يعني نحط الأمور في نصابها الطبيعي، تكلمنا عن food poisoning أو intoxication و food infection، وكل ما ركزنا عليه أكثر شيء لو كان food infection. الآن اللوحة اللي أمامنا بتكلم عن الهيباتيتس أو هيباتيتس فيروس. خدوا بالكم إحنا بنتكلم عن غاسترو انتستينال تراكت إنفكشن، فبالتالي الهيباتيتس يعني المفروض إنها سبيشال كيس في اللي هو الإنفكشن. لكن هيباتيتس إيه على سبيل المثال وهيباتيتس إي اللي هو في الآخر، في عنا إي وفي عنا إي، كلاهما إذا بتلاحظوا بينتقل عن طريق الفيكال أورال، يعني من البراز إلى الفم، الطريق الجاسترو انتستينال تراك. بيعمل إنفكشن من الجاسترو انتستينال تراك، ثم يخترق الانتستينال تراك إلى الدم، ومن الدم هو يذهب مباشرة إلى الليفر، ما بيحب أماكن أخرى إلا الانتستينال تراك والليفر. لذلك لو جينا اطلعنا على العوامل المسببة لA وB وC وD وE، هنلاقيهم من أماكن مختلفة من الفيروسات، بكورنا فيريدي، هيبادنا فيريدي، فيلو فيريدي، دلتا فيريدي، كاليسي فيريدي، ولا واحد زي التاني، لكن كلهم بسموهم هيباتيتس فيروسز لأنه المين تارجت تبعهم هو الليفر، ما إلهمش تأثيرات أخرى سوى
الليبر. هذه هي النقطة أو العامل المشترك اللي خلانا نسميهم هيباتيتس فيروس. مرة أخرى الـ A والـ E فيكال أورال على الرغم من أنهم كما مرة مختلفين. الهيباتيتس A والـ E كمان ما بيعملوش كرونيك ليفر ديزيز. لاحظوا نو بينما الـ B والـ C والـ D كلهم بيعملوا كرونيك ليفر ديزيز. الفاكسين متاح لهيباتيتس A ومتاح لهيباتيتس B لكنه غير متاح لا C ولا D ولا اللي هو A. لاحظوا قدام D ايش مكتوب؟ HPV فاكسين. ليش حطينا انه الفاكسين تبع الـ HP اللي هو الهيباتيتس B بينفع للوقاية من هيباتيتس D؟ اللي درس فيرولوجي بيعرف انه هيباتيتس دي مشهور باسم ديفكتيف فيروس، فيروس خربان لا يستطيع ان يعمل الا في وجود هيباتيتس بي. يعني بيقدرش يعمل اصابه عند واحد ما عندوش هيباتيتس بي. اذا عنده بي ودخل دي بيشتغل مع بي. اذا انا منعت هيباتيتس بي عند الناس يبقى دي مستحيل يعمل انفكشن للناس. اذا حصنتهم ضد هيباتيتس بي انا بكون حصنتهم ايضا ضد هيباتيتس دي وليس العكس. يعني لو حصنت الناس لو عندي هيباتيتس دي هذا لا يعني انه انا بحصن الناس من هيباتيتس بي، العكس هو الصحيح. هيباتيتس سي ما لها فاكسين يا جماعه لحد هذه اللحظه، ولكن نحن محظوظون بانه هيباتيتس سي تم ايجاد دراج لها اسمه سوفالدي، ويمكن اخواننا في مصر اخذوا حق انتاجه بسعر رخيص لانه مصر من الدول التي يعني بها نسب اصابه مرتفعه للغايه من هيباتيتس سي. اذا ايش استفدنا من اللوحه هذه؟ استفدنا من اللوحه هذه انه في عندنا انواع مختلفه من الهيباتيتس فيروسز. الشيء المشترك بينها هو انه بتصيب الليفر بشكل رئيسي لكن طرق انتقالها مختلفه. في فيكال اورال، في بارينترال عبر الحقن، وفي الاس تي دي. الهيباتيتس طبعا اس تي دي يعني سيكشوالي ترانسميتد ديزيز، بينما الهيباتيتس سي فقط بارينترال يعني عن طريق الجنس ايضا لا تنتقل. عرفنا ايضا انه الدي بيشبه الى حد كبير البي لانه الاثنين هو مرتبط بهيباتيتس بي. عرفنا ايضا كمان اسماء العائلات المسببه بكورنا فيريدي، وكلمه بيكو ار ان اي، بيكو سمول ار ان اي يعني ار ان اي فيروس. هيبادنا واضح انه هبا يعني هيباتيتس او كبد. دنا اللي هو الدي ان اي فيريدي، فيلو معناها خيطي، دلتا حكينا لكم هو يعني أعطي كلقب لهيباتيتس دي دلتا أو ديفكتيف، وكاليسي فيروس مشهورة عائلة من الفيروسات اللي بسبب انتريك أو جاسترو انتريتس. من الفيرال جاسترو انتريتس المشهورة عندنا حال اسمها روتا فيروس، والروتا فيروس يعني واحد بالفعل من أشهر مسببات اللي هو الإسهال وخاصة في العالم الثالث، لكن حتى في العالم المتطور ما زال بشكل يعني نسب إصابة لا بأس بها. Main diarrheal illness of infants and children. الانكيبيشن بيريود من يوم إلى يومين يعني قصيرة للغاية. فترة المرض تقريبا واحد أسبوع. شوفوا كم طفل أصيب بروتا فيروس وأعطي أنتيبيوتيك. شوفوا كم طفل عولج بانتيبايتكس من اللي هو فيرال ديزيز. يعني اعطيناهم احنا انتيبايتكس بدون داعي للاسف لانه ما عندنا تشخيص للروتا فيروس. النورو فيروس 50% of US adult have antibodies. عارفين ايش يعني 50%؟ يعني هؤلاء الناس في طفولتهم على الاقل اصيبوا مره واحده بالنورو فيروس. برضو الانكيبيشن بيريود من 1 إلى 2، والفترة المرض فقط من 1 إلى 3 أيام.
العلاج طبعا لانه سيلف ليميتنج غالبا فقط بنعطي اللي هو الريهايدريشن اما بالاورال سوليوشن او من خلال فقط السوائل العاديه زي الشربات والمياه. قربنا على الانتهاء من الشابتر، يعني بدينا نتكلم عن البروتوزوان جاسترو انتستينال ديزيزز، ويمكن الصوره اللي قدامكم هي صوره بعينتين، يعني كانه شخص بعينان. طبعا اكيد مونيا بتعرف هذا الشكل كويس تحت الميكروسكوب، اللي هي شكل الجارديا لامبليا تروفوزويت اللي هو الطور المتحرك او المتغذي من الجارديا لامبليا. وربما كان مرة قبل 30 سنة 25 سنة كانت الجارديا في قطاع غزة واحدة من أشهر مسببات الإسهال على الإطلاق. كان مرة الاسم جارديا لامبليا، البعض بسميها جارديا لامبليا. الانتقال تبعها غالبا بيكون من خلال اللي هو drinking fecally contaminated water، غالبا بصير الأمر هذا مغص بعد عمليات اللي هو سباحة في برك السباحة. لذلك أنا يمكن ناقشت معكم مرة إنه برك السباحة في قطاع غزة أصبحت تشكل يعني مصادر خطيرة للغاية للأمراض التي كانت يعني غير موجودة أو بدأنا يعني ننساها، رجعت مرة ثانية بشكل كبير جدا من خلال برك السباحة. يمكن أنا قبل فترة وجيزة كنت في برضو في لقاء لا أذكر بالضبط، وطرحت هذا الموضوع بشكل قوي على مجموعة من المهتمين بأنه يجب أن يكون مراقبة برك السباحة جزء لا يتجزأ من تراخيص هذه البرك، وعلى مدار فترة الموسم اللي بيتم فيه استقبال الزوار يجب أن يكون هناك علامات واضحة وإشارات وتعليمات وعينات تفحص حتى نتأكد بالفعل أنه هذه البرك ما تشكل مصدر نقل للميكروب. الأعراض تبعتها صعبة للغاية، ممكن تسبب نفخة، نوزيا، ماليز، ويكنس، أبدومينال كرامبس مؤلمة جدا that persist for weeks. الدياجنوسيس غالبا بيتم من خلال تشخيص او رؤيه التروفوزويت او السيست في عينات البراز. حوالي 7% من البوبوليشن ار هيلثي كاريرز، يعني ممكن ناس يكون عندهم سيست بشكل مستمر وما عندهم اي اعراض. هذول الناس للاسف بشكله مصدر يعني مهم جدا للاصابه بالجارديا لامبليا. الهلمنثيك ديزيزز، الهلمنثيك طبعا نقصد فيها الديدان هنا، للدايجستيف سيستم في عندنا الترايكينيلا سبيراليس نسبه قليله للغايه، الفلوكس اللي هم الديدان المفلطحه تاعت الليفر او اللنج بتشكل حوالي 1.5، لكن التيب وورمز او اللي هي الديدان الشريطيه بتسبب 3%، الشيستوسوم زي البلهارسيا 6%، الانتربيوس فيرميكولاريس اللي هي الديدان الدبوسية يا جماعة، والديدان الدبوسية يمكن ما زالت يعني بتشكل إلى حد ما في قطاع غزة نسب إصابة. أنا صار لي فترة طويلة بعيد عن يعني مجال الطفيلات الحقيقة حتى في الريسيرش، لكن زميلنا الدكتور عدنان الهندي عمل دراسته وطلابه، الانتربيوس ما زالت بتشكل نسبة لا بأس بها من الإصابات في قطاع غزة. في ديدان يسموها الديدان الخطافية أو الهوك وورمز، وطبعا الأسكارس. كل هذه الديدان انخفضت نسب الإصابة بها في قطاع غزة مع تحسن أنظمة تخلص من المياه العادمة اللي هي الكلوزد سويج سيستم، ويعني خلينا نقول ترك بعض العادات المتعلقة باستخدام النفايات الأدمية في ري المزروعات. للأسف كانت هذه يعني بعض الأحيان المجاري تكون ماشية في مجراي معينة، تلاقي حدا من المزارعين
عمل له ثقب واخذ ماسوره ويسقي المزروعات تبعته. ايش المزروعات تبعته؟ اما خضروات من اللي بسموها الليفي فيجيتابلز زي الملفوف والزهره والخس وغيره وغيراته. وبالتالي هذه الاشياء مهما غسلتها لن تستطيع ان تغسلها بشكل جيد او ان تتخلص من كل ما علق بها من الميكروبات، وبالتالي بيكون سهل نقل الميكروب. طبعا هذه الصوره مش فيلم رعب، وانما هي راس لاحد الديدان الشريطيه اللي لها الهوكس والسكرز. الهوك اللي هو الخطافات، والسكر اللي بيخلي فم الدوده قادر على الالتصاق بشكل جيد لامتصاص اللي هو الغذاء. بيتم اخذ هذه التيب وورم يعني الاصابه بها من خلال تناول اندر كوكت بيف بورك اور فيش كونتيننج انسيستد لارفي. يبقى المصادر الرئيسيه للديدان الشريطيه هو طعام غير مطهي جيدا، اما بيف والبيفيا اللحوم البقريه، البورك والخنزير، او بعض الاسماك اللي تحتوي على انسيستد لارفي. السكوليكس اللي هو الرأس كمرة أخرى اسمه سكوليكس attaches to the intestinal mucosa of human اللي هو إنسان، وهذا بسموه definitive host، ويصير maturation إلها into adult tapeworm. طلعوا التابورم رأسها صغير وعاملة زي الحية. الآن كل ما وصلنا إلى المنطقة البعيدة عن الرأس بتبدأ اللي هو القطع هذه بسموها بروغلوتيد البروغليتيدات، هذه بتكبر وبصير فيها نضج. هذا النضج ممكن الدودة وهي موجودة ينفصل أجزاء من البروغليتيدات هذه. لاحظوا في البروغليتيدة لو كبرناها فيها أوفري وفيها جينيتال بورز، يعني في هي هيرمافروديت يعني خنثى تلقح ذاتها بذاتها، فبالتالي بينتج عنا بيض ماتشور. هذا البيض الماتشور ممكن يخرج إلى الخارج ثم يعني يلاقي طريقه ل intermediate host مثلا egg shed in feces and must be ingested by intermediate host. إيش يعني intermediate host؟ عائل وسيط. إحنا كبشر بالنسبة للتيب وورم نعتبر definitive host. الدياجنوسيس غالبا is based on observation of broglotid and egg in feces. يعني بناخذ عينه براز ممكن نشوف القطعه كامله قطعه البروغلوتيد، او نشوف اللي هو الايجز تبعتها اللي بسموها الاوفا تبعت التيب وورم. طبعا كل تيب وورم لها بروغلوتيد مختلفه ولها اوفا ايضا مختلفه. طلبه البكالوريوس تبعون الباراسيتولوجي بيتعلموا كيف يفرقوا بين هذه الاصناف المختلفه. في نوعين عندنا من الأسماء الموجودة، دايبليديوم كانينوم والإيكونوكوكس جرانيلوسز، وحال يسموها هايدتيد ديزيز، مشهورة وموجودة في كثير من بلدان العالم. طبعا هذه مثلا بتوضح لنا عملية اللايف سايكل لبعض اللي هو التيب وورم، زي اللي سميناها قلنا ديبليبايديوم كانينوم، وبتنتقل عن طريق اللي هو الكلاب. التيب وورم سيجمنت بتطلع من الكلاب، وطبعا الفلي ديرت ار فاوند توجذر ان روفرز دوج بيد. روفرز دوج بيد اللي هو المكان اللي بينام فيه الكلاب اللي هي المصابة. و بعض اللاربا من الحشرات ممكن تاكل اللي هو الإجز هذه الموجودة وبتفقس داخلها، وبصير في عنا تيب وورم انفكشن سايكل للإنسان أو لكلب آخر مش مصاب. البين وورم ديزيز واللي قلنا عنه انتروبيوس فيرميكولاريس او انتروبيوسيس كديزيز، اللي هي الديدان الدبوسيه. وهذه الديدان الدبوسيه من احد يعني ميزاتها انه الانثى تخرج غالبا في المساء
من الانس من فتحه الشرج تبعت المريض وبتضع بيضها في تلفيف الانس، وعشان البيض تبعها يلتصق ليعود مره اخرى اذا بيفقس فبتعمل له لاصق، هذا اللاصق بيكون بيعمل irritation يعني شعور بالحكة. فالأطفال غالباً إذا كانوا يعني رضع بيصير يبكوا بشكل غير منطقي، ما فيش أي أسباب واضحة لماذا هو يبكي. والأطفال اللي بيقدروا يتعاملوا مع يستجيبوا للحكة بيحكوا المكان الإصابة، حك مكان الإصابة بيحرر البيوض وبيضعها في أظافره، بيضعها في ملابسه الداخلية، بيضعها في الشراشف والغطاء تبع اللي هو السرير. فلما حدا بيحرك السرير ممكن تتطاير هذه البيوض وتصبح موجودة في كل مكان في الغرفة للأسف. لذلك إذا أصيب شخص ببين وورم في المنزل لابد إنه كل المنزل يعمل إجراءات وقائية infection control. لازم يكون في عملية غسل اليدين، عملية غلي لملابس الطفل المصاب. إذا كان في أطفال آخرين ممكن يعطوا علاج اللي هو المبندازول كإجراء أيضا وقائي. الدياجنوسيس غالبا بيكون من خلال سلوفين تيب طبعا أو هاي بسموها سكوتش تيب تيست، عبارة عن قطعة من اللاصق اللي هو الزيج الشفاف هذا بيحطوه على شريحة وبعدين بيحط اللاصق على الأنس تبعت الطفل المصاب لمدة دقيقة ثم ينزعها ويضعها على الشريحة مرة أخرى وبيفحصها. وسهل جدا يعني من أسهل الطفيليات في التشخيص لما نشوف حرف الدي بويضة عاملة زي حرف الدي باللغة الإنجليزية غالبا بتكون هي البين وان. هو self-limiting لكن treatment of all family members is recommended لأنه زي ما حكينا لكم يعني contagious ومن السهل إنه يعدي الآخر. هذا هو السكتش تيب اللي وصوله للسكتش تيب زي ما حكينا لكم عبارة عن لاصق نضعه في الأنس تبع الطفل ثم نعيد فرده مرة أخرى على الشريحة ويتم فحصها لرؤية اللي هو الدي لتر إجز أو أوفا للإنتربيوس فيرميكولاريس. هاي طبعا عاملة زي حرف الدي، في بعضها بيكون ناضج أكثر من أخريات، بنقدر نشوف جواها اللارفا تبعت اللي هو الإنتربيوس فيرميكولاريس، لكن الأغلب اللي بنشوفه بهذا الشكل زي ما قلنا حرف الدي. طبعا هذه بين وورم كاملة بإنتربيوس فيرميكولاريس في السيجمويد كولون، في القولون موجودة. هي حجمها تقريبا طبيعي اللي هي البين وورم على سكيل يعني ممكن تكون 3 سنتي 4 سنتي فقط. لا نيجي للدودة الأطول، في مش الأطول على الإطلاق، لا هي الأطول في الديدان الشائع عندنا اللي هي الأسكاريس لمبروكويدس. الفيميل أنا هنا مذكور منها إنها تصل ل 20 سنتي، أنا بقول إنها ممكن تصل كمان ل 30 سنتي وخاصة في الفيميل. الفيميل يعني أطول من الميل، وهي بالمناسبة سمة غالبة في الديدان، يعني في ديدان في دودة اسمها دراكانكالاس ميدنينسز طول الأنثى بيكون أكثر من متر بينما الذكر بيكون 2 سنتي فقط، يعني فرق شاسع في الطول. أسكاريس لمبروكويدس قلنا حجمها ممكن يصل ل 20 سنتي، تعيش في الهيومن انتستين. بعد البين وورم تعتبر هي السكند موست كومون وورم في الولايات المتحدة، لكن مرة أخرى هذه في يوم من الأيام في قطاع غزة لم يكد يخلو منها طفل من الأطفال، يعني كانت موجودة بكثرة ومنتشرة بشكل كبير جدا. حوالي 85% من الانفكشن ار اسيمتوماتيك، however general failure to thrive as in many intestinal parasites. الترانسميشن بيكون من خلال الانجشن لا اللي هو الاسكاريس اكس. في نقطه مهمه جدا بنحكيها انه البارازايت احنا بناخذ اوفا
واحدة تفقس أوفا واحدة تتكثرش يعني خاصة في الديدان اللي بدها ميل وفي ميل زي مثلا الأسكارس والإنتروبيوس. إذا ما فيش زيادة عن العدد الأصلي إلا بحالة اسمها أوتو إنفكشن. فاكرين الطفل اللي حك وطلع في أظافره بيوض، لو حط إيده في تمه بياخد بيوض جديدة وتفقس مرة أخرى، هذا بسموها سيلف إنفكشن، يعني أخذ من أو إنه في مصدر دائم هو أصلاً بياخد منه. لذلك لما بياخد الطفل كمية كبيرة من الأسكارس ممكن الديدان هذه عندما تكبر وتنمو إلى حجم كبير تلتف وتتشابك وتقوم بعمل ما يشبه كرة من الديدان، بتعمل obstruction في الانتستينال تراك قد تؤدي إلى تدخل جراحي. بذلك احنا جماعة بنكون احنا انهينا اللي هو الشابتر هذا او جزء من هذا الشابتر، نبذة عنه يعني عن الجاسترونتستينال تراك. أمل من الله سبحانه وتعالى أن يعني تكون المعلومات وصلت بسهولة. إذا في حدا بحب يسأل أي سؤال قبل ما